ببساطه كده ايه الميوزك بروديوسر هو بيعمل ايه بالظبط في جوه الاغنيه؟ لو اللحن ده كان عمل ترارارا بدل مش عارف ايه, ده الاغنيه كان ممكن تبقى اروش. اتلفع بايمانه بنفسه ونزح كريم جابر من قلب صعيد مصر ليحتضن الويلي الحي الشعبي ويسكن حاراته وياخد من هناك اسمه ويعافر عشان يحقق حلمه. وخلصت الكليه ولا هربت في وقت ما؟ هربت في وقت ما. كل الفنانين الحقيقي يعني ده خبرتي, الفنانين الحقيقيين في اي مجال ما كملوش. انا مش متعود على التيم ورك خالص في حياتي. انت حاسس بحاجه ناقصه لكن مش عارف هي ايه, ولا عارف هي ايه بس مش عارف طريقه تنفيذها؟ حتى البوب دلوقتي بقى بيدخل يعني كمثال ويجز, يعني بقى عادي ان قشطه انا ممكن اكتب وانا اللحن نفسي وتبقى اغنيه بوب برضو, مفيش اي مشكله. وتفيد موجات المزيكا في جمجمته الخضراء ماركته المسجله, وينتج كبروديوسر مجموعه صايعه من اصدارات موسيقى التراب والالكترو شعبي والراب والبوب والهيب هوب, مبتكرا صوت ومزيج موسيقي خاص به يغزو به عالم الاندر جراوند ميوزك من العبد والويلي لبيكيا والعسل ودولي والكيف وقلل لي عدد السكان.